واليوم الأحد 15 سبتمبر أيلول 2024. بداية معك عزيزي مولود الأسد، بتمنى اليوم أنه ما تكون خلافاتك مالية، لأنه اليوم في حالة من التوتر أو حالة من الانفعال، يمكن تكون هيك بعض التفاصيل اللي عم بتعاكسك أو بعض الظروف اللي ما عم بتلبي رغباتك، أو يمكن أمر أنت كنت معول عليه فبتشعر أنه صار بعيد المنال. بكل الأحوال اليوم الهدوء مطلوب بالتأكيد لتحافظ على استقرار وعلى مصالحك، يعني سواء كان بعلاقاتك مع الشركاء أو حتى بظروفك عموما. عزيزي مولود الثور، اليوم ما بتحس إنك تحت الضغط؟ هلأ في ضغوط عم بيمارسها الآخرين عليك، أو ربما عم بتحس إنك يعني متجاهل أو مهمش شوي، أو ما كتير يعني أنت حاضر بموقع أو خايف على موقع معين أو على مسألة معينة، فاليوم هيك في حالة من الانفعال أو حالة من التوتر، أو بتشعر أنه في أشخاص يمكن عم بينصبوا لك العداء أو عم بيحاولوا أنه يظهروا لك بعض الأخطاء أو بعض التقصير، فكون كتير منتبه اليوم وحاول أنه ما تتسرع بردات الفعل أو بالردود، ساير أمزجة الآخرين اليوم حفاظاً على مواقعك ومصالحك. عزيزي مولود العقرب، أغلب المتاعب اليوم العلاقة بالبيت، العلاقة بالمنزل، العلاقة بالعائلة، بأحد أفراد العائلة، العلاقات شوي مشوشة بهذا اليوم. وأنا قلت لك أنه في أحياناً فترات بتمر بالأمور العاطفية يعني ما بتكون كتير مريحة، الأمور الشخصية أيضاً، فبشوف اليوم أنه يمكن هيك منشوفك شوي هيك مانك حابب كثير تحتك بالآخرين، حابب تكون لحالك، حابب تنعزل لحالك لأنه ما عم تشعر أنه في تجاوب أو تفاهم. هلأ بالنتيجة هي عيلتك مولود العقرب، ومن صالحك أنه تم أواصر المحبة والانسجام موجود. عزيزي مولود الحوت، إما متباعد أو مختفي اليوم، أو يعني بظن أنه زعلان، فوقت بتكون زعلان أو وقت بتكون حزين أو وقت بتكون كئيب ما بتحب تكون كتير موجود تحت الأنظار، بتروح للظل. فهذا اليوم حالك مولود الحوت، وعندك هلأ يومين شوي يمكن فيهم هيك بعض التأخيرات، أو يمكن يحملوا بعض العراقيل أو إلغاء لبعض القرارات أو الرجوع عن بعض القرارات، يعني في أمور تدخل الشك لقلبك بهذا اليوم عزيزي الحوت، أو بتخليك تفقد الثقة أو ما يكون عندك يقين ببعض المسائل. لهيك لا تحكم على الأمور بسرعة وانتظر هاليومين لبينما تتوضح الرؤية. عزيزي مولود العذراء، شغل وعمل ومطالب وضغوط ومهل، يعني يمكن زمنية أنت مضطر لها، لا أنت أكثر حدا بيشتغل على قائمة الأبراج، وأكثر حدا ما بيشتكي من التعب، وأكثر حدا بيقدم خدمات. هي قواعد أساسية بتخص مواليد العذراء، بس اليوم فعلا تحت الضغط. لهيك اليوم نظم جهدك ونظم طاقتك، اهتم بصحتك، كمان اترك مساء يعني، ولا يعني تنصرف لأمور ثانوية أو أمور جانبية بلا نتيجة وبلا قيمة. عزيزي مولود الجدي، في عملية ممكن تكون عملية قبض مال أو ربما صرف، يعني واحدة من اثنين أو الاثنين مع بعض، بيجيك مال وبتروحه يعني ما في مجال، بس اليوم المصاريف أكثر من الحد يلي أنت معتاد عليه، فحاول أنه تعمل هيك نظام صحيح، لأنه مريت بفترة كان فيها فوضى مالية كتير، وهلأ أنت مضطر لأنك تعيد حساباتك وتنظيم مصاريفك ودخلك. عزيزي مولود السرطان، يوم مريح يعني عكس اليومين يلي مروا، الحقيقة كنت كتير مضغوط، هلا عم بتشوف الأمور يعني حتى يمكن عم تستشير الحقيقة، لأنه مواليد السرطان إذا في أمور مالية شغلتكم بهذا الوقت معلقة مع الآخرين، إذا في أمور العلاقة بالعائلة بالشريك مثلا، فأنت الحقيقة بحاجة استشارة بهذا الوقت. استشير أصحاب اختصاص، سواء بوضع قانوني، سواء بوضع مادي، سواء بوضع صحي للبعض، يعني كل الأمور بحاجة لقرارات حكيمة بهذا الوقت. تتأنى اليوم، اسمع كل الآراء ولاقي الحلول لأي مسألة بتعترضك بطريقة
إيجابية وتوافقية. عزيزي مولود الحمل، يوم للتجمعات ويوم للقاء الناس، سواء كان صداقات سواء كان عائلة، يعني يوم حافل. بظن عندك أكثر من موعد، أو مفكرتك مليانة مثلاً، أو في عندك جلسة حلوة، أو مشروع ربما مشترك مع الآخرين، أو سفرة، يمكن هيك عندك سفرة بتطرق فجأة حتى لو كانت بعيدة أو قصيرة، بس يوم من الأيام الإيجابية. يعني ما بظن أنه في شيء ممكن اليوم يعكر صفوك عزيزي الحمل. اليوم عندك روح رياضية ورغبة بالتفاهم ورغبة بالالتزام عزيزي مولود القوس، وخاصة ببعض الشؤون والعلاقات الأسرية. اليوم العيلة عم تاخذ من وقتك، وعم بتلاحق مصالح مشتركة، ممكن عم بتلاحق بعض الأعمال وعم تنهيها بهذا اليوم. يوم إجمالاً يعني بعتبره نشيط أنا، وفي أكثر من مهمة ممكن تنتهي منها على خير ما يرام، ومثل ما أنت تتمنى. عزيزي مولود الجوزاء، أول مواليد الأكثر حظاً معنا لليوم، يعني شو بدي خبرك، كله جديد بجديد، بس بيهمني بهي الفترة تحافظ على وضعك العائلي وتكون أكثر اهتمام، رغم أنه أنت ممكن تكون تعبان بهي الفترة من ظروف عائلية ضاغطة أو تغييرات قادمة أو طارئة، بس رغم هيك اليوم من الأيام الداعمة كتير، فبتقدر كتير تتدارك وقت مضى، بتقدر تتصلح بعض الأمور، بتقدر تخطط للمستقبل، لأنه ممكن اليوم يكون في فرصة جيدة لمولود الجوزاء، وممكن تكون العلاقة بسفر. عزيزي مولود الميزان، يوم للعلاقات الآمنة، سواء بعملك سواء بعلاقاتك الشخصية. اليوم في حب على فكرة، وفي مشاعر العلاقة بالغزل، العلاقة بالغرام، الخاليين ممكن يكون عندهم حتى يعني علاقة ناشئة عم بيشتغلوا عليها بهذا الوقت، والبعض الآخر ممكن فرص لارتباط جديد. بكل الأحوال أنا بشوف العواطف حاضرة بهذا اليوم عند مولود الميزان، أو بهاليومين تحديداً، كل مين حسب ظروفه، بس الأمور بالنسبة لك يعني ممتعة ورائعة. وأخيراً عزيزي مولود الدلو، يعني خرجت من حالة الظل وأنت هلأ تحت الضوء الحقيقة، متفائل قوي، عرفان شو بدك تعمل، وكأنه خلص قمت من بالك اعتبارات كثيرة، أو صرفت عن نظر عن بعض الأمور اللي كنت آكل همها بالمرحلة السابقة. أنت هلأ عم تنظر للأمام، عم بتخطط للمستقبل، ويمكن عندك إحساس وحاجة كبيرة لأنك تعمل خطوة تحسسك بالاستقرار والأمان.